قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وثبتنا فيه عند السؤال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كريم يا رحيم يا ودود، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة يا حي يا قيوم أن تعتق رقابنا من النار.